السلام عليكم، تحياتي لكم، اهلا وسهلا. تدوش علي راه شويه سخفان، 5 د العشية، شحال 5:30، نعم باقي لا سخفان والو. الحمد لله، تعدينا 20 يوم في رمضان، داس بخير وعلى خير الحمد لله. قلت بلي يلا بغيت نصور داك التحدي على حساب الكيلوات اللي نقصوا. الحمد لله كاين النتائج، كاين النتائج احسن من العام اللي فات، احسن من العام اللي فات اللي درت فيها بطاله دخل نضارب على 2 الكيلو 30 يوم ديال الصيام على 2 الكيلو. لا والله الا متبع واحد ماشي ريجيم، كناكل عادي غير لا هو كنتفادى بزاف د الحوايج بحال الحلاوه، بحال يعني ما كنشرب حتى شي حاجه حلوه، داكشي ديال العصير وداكشي حيدتو. كناكل اون بون سالاد، سالاد نيت ديال بصح كندير فيها جميع ما يعني اللي طاحت ليا في يدي، كندير يا طون يا مايس يا افوكا يا مطيشه يا خص يا يعني كنديرها، كندير فيها شويه ديال الفروماج ولا بلوتو لا بليبار دي طون كندير فيها طريفات ديال الموتزاريل، لا موتزاريل فريش عرفتي، كنديرها نيت مهوره وكنهز طريف صغير ديال الخبز، كنعمر واحد الصلاديير ما كناكلهاش كلها بيان سور، كناكل فيها تقريبا مي طبسيل حتى 2 طباسل مزيانين ديال الصلاد وفوالا. فات يا كانوا نهيرات اللي كوميم خرجنا فيهم شويه على الطريق، يعني جاو الدراري ولا تعرضت 2 مرات فوالا. ما يمكنش لك ماشي ما راه ماشي كناكل بحال ديك الطريق اللي كنت كناكل فيها، كناكل مع بنادم داك الجوع ديال ورا الصيام وداك الشيء او تي طون فو، مي كناكل كوميم مع كتلقى ملي كتلقى مسمنات وكتلقى شي لعيبات مصوبين ديال الدار انا داك خليها المسمن خاصني الوغ كتزعم شويه، مي الحمد لله اون كغو. ومن بعد قهوه بلا سكر كندير فيها لا سوكرين، واخا انا ما عنديش مشكل ديال السكر الحمد لله، الله يشافي كل واحد. وكنشرب الماء، الماء 7-0 قرعه الماء ديالي ديال اطرا ونص، ما نهضروش على داك الكاس الماء اللي كتشرب به الدواء سميتو معانا، عندي واحد شويه ديال الحرقه ديال المعده، كناخذ واحد الدواء قبل ما نفطر. هذا عندك واحد الكاس ديال الماء هو الاول، قرعه الماء كنحطها حدايا كنضحك مع الدراري كنجيبها كنعطيك نقول لهم لوبجيكتيف ديالي ديال اليوم يعني الماء 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 ما كاين حتى شي حاجه حلوه معها، يعني لا طفر ولا حتى اتاي ملي كنديروه مره مره مع الدراري كندير فيه لا سوكرين ولا كنديروا فيه السكر نقيس، السكر نقيس صيام سكر ناقص. المهم تحياتي لكم، قلت فهمتي اخر نهار ديال الجو زوين ولا قيل بقى لنا غدا الحمد لله، جا عندنا الجو هاد الايام الجو عندنا زوين، واخا هكا كل نهار كنقول غادي نمشي نتمشى في الغابه، وكل نهار حتى كنوصل سميتو ديك السته كنقول نشوف بعدا شنو غادي نصوب وهذا، وكنصوب الحريره وي الو. هادشي اللي كناكل من بعد الا جاني شويه الجوع كنوض ناخذ شي بنانه تفاحه، الا كندير الحريره كناخذ شي زليفه ديال الحريره، المهم كان باش ما تبقاش ديك اللعيبه هكا. وشي مرات من داك الفطور ديال ديك لاشالاد حتى كنجبد بها الحمد لله النتائج زوينه، غادي نورا لكم ان شاء الله ورا رمضان باش نسمى درت التحدي ديالي حتى الاخر تاع رمضان. وخليكم معايا غادي ما كاين ما يدار، اليوم الجمعه بيانتو 6 د العشية خاصني شي 2 لعيبات هذا، غادي نمشي للمكازان نتغدى ومنها ندير دويره نجيب بها ديك 7 د العشية ولا شي حاجه وندخلوا نصوبوا الفطير ديالنا. غادي يجي يفطر معايا اليوم المهدي، وي المهدي غادي يجي يفطر معايا، المهدي الاتيديون، الاتيديون غادي يجي ان شاء الله، ونشوف الى بنت لي شي حاجه يعني تستاهل التصوير نصورها لكم. ومرحبا بكم معي، الي اتشاو بونسوار اتو طالخ. الربيع عرفتي بغيت نصور لكم شويه ديال الطبيعه وداك الشيء، الساعه عرفتي لقيت الجاجه مادام حنا في فصل الربيع، يعني دابا بداو عرفتي كتلقى غير الطوموبيله كتلقى بحال خاوي عليها الرمله، بحال خاوي على التراب رقيق، وهذاك التراب هاد الشيء هذا ديال داك حبوب اللقاح اللي كيطلقوا الورد وداك الشيء، يعني هذا السيزون ديال اللقاح، يعني كتلقاو راه احسن عوان الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الاليرجي في هاد الشيء هذا، راه مساكن كيتمحنوا في هاد لابيريود هادي ديال الربيع، يعني على قبل هاد اللي كنسميوها بالفرنساويه لا بولين، يعني راه لا اله الا الله، الله يكون في عونهم وصافي، راه بنادم راه الدوايات والمسائل والطبيب وهذا، وغادي ندور مع الروبون غادي نحيد تيلي وبحال كما ديما ما عنديش الماء ديال الجاجه
كيتقاد عليا دغيا وكنبقى اليوم غدا اليوم غدا باش تفكروا خاصك ليه شحال الوغ يحاول لا بلاتي الجبرة شحال صافا صافا كيبان شوية هادي قبيلة كيفاش كان دابا ما كاينش الماء بزاف هذاك شوية الماء اللي بقى ملي درت زعما باش باش يعني زعما نيطواي الدجاجة زدت غمز عجنتها لا صح دابا صافا بقاو لي زيسوي كلاص كيضربوا حتى لدابا يا ليلي عين فوالا المهم الجو زوين كما كتشوفوا درجة الحرارة 17 درجة ونص انتم كاين لابسين غير بولو نصكم زعما راه ديك اللعبه ديال حنا فرحانين 17 درجة المغرب راه جاكيطة يا المهم واحد الوقت يكون مزيان شوفوا المازوط عندنا فين واصل 2.24 يعني تقريبا 20 درهم صافي انا غادي نقلبها الطوموبيله ديال الغاز واخيرا تسلكني يلا خليكم معايا وصلت لدابا لهاد البلاصه فيها شويه ديال لا سيركيلاسيون يلا اتو تالور سي اليوم انا غادي للمغازان ديالي اللي كيعجبني داك الكرو ماغازان ميغا ستور سي كرو سي هايبر مارشي ولا شي لعبه ما عرفتش كيفاش كتقول لها مي فوالا كيعجبني نمشي ندير فيه دويره بعض المرات كتلقى فيه دي زاكسيون زوينين لي زاكسيون هما لي بروموسيون يعني نفس سويسرا كيقولوا لي زاكسيون او فوالا جبت ليه لان هذا جدا وصلت للفيلاج ديال الفيلاج الكارتي ديال فيلاج سور غلان اللي هو اللي فيه هو اللي فيه هاد المغازان ديال الكوب كراطي انا غادي نسلف هاد المره بغيت نصور نسلف الطوموبيله من عند خالد ولا من عند كاع الدراري عندهم الاوتوماتيك تاع لي انا اولد سكول فوالا حنا قربنا عليه هو وصلنا عليه حنا غادي نهبطو دابا للسوتيران بلا ما نكملو تا ليها حيت عندو جوج ديال لي باركينغ واحد الفوق كتدخلو على الطريق وواحد كتهود من هنا فوالا حنا غادي نهبطو وراه هو بقى في الجهة الأخرى ليها شتي راه باقيين فيه لي طفافوخا حلو سميتو باقيين كيخدمو فيه نحيدو التليفون دابا رانا نصدقو ضاربين شي طونوبيله مع هاد المغازان باقي فيه لي طراف وكل مره مدخلين لنا من جهه مره الفوق مره لتحت مي فوالا المهم كنلقاو بلاصه انا على وصلت غادي نمشي ندير شي دوره مزيان نقلب على الا كاينين شي ميزات ولكن عرفتي شنو اخيب حاجه تقدروا ديروها هو تشوف تقداو قبل الفطور كتقولوا كاين مره الموحم شوفوا الشوكولاتة اللي كيبقى من الباك انتم دايرين لا فليش لتحت كله 50% هادشي اللي كيبقى من الباك حيت كله كيكون على على فورما ديال البيضه هذا لين ديجا سي ان تري بون مارك هاد الشوكولاتة هذا ممتاز هذا اذا من 10 الفرانك غادي يبقى ب 5 الفرانك يعني 45 درهم شحال فيها مو هذا غالي شويه 300 غرام مي غتلقى بحال دابا هادو اللي عاديين غتلقى مرخص انت غتلقى هادي تقريبا شحال فيها هادي 370 ولكن الثمن ديالها ما عندهاش خونوا لها الثمن ديالها ها كيكون هنا كبير ما كاينش لو بخي 100 ما دايرينش لو بخي سي بيزار مي كلهم انتوما كلهم على على البصاله ديال البيضات كاين عاوتاني هادو بون هادو هادو مشكيت عليكم هادو عامرين بالكونياك ديال لي زادي تمشي ديال الدراري كاين عاوتاني هاد لين دوغ تا هو تاهو الصالة ديال البيضة هاد لين دوغ عظيم بحال هاد بحال هذا اللي هنايا شفتو كيكون دوك لي بول ديال لين لوند كيكون فوندون في الداخل فوالا لي بخاليني هاد الشغل اللي كيكونوا اون اكسيون كيكونوا حاطينو في هاد البريزونطواغ مي دير ريجيم ممكن تكون تشوفوا هذا الفيديو هذا وانتم صايمين فهمتي جميع انواع الشوكولات هذو لي طابليت هذو الكايي ولين توتو سميتو يعني لي دو ميور مارك ديال الشوكولات لي كوميرسيال في سويسرا هما هذو لينت وكايي انت عندهم جميع شحال ديال لي فاريتي ديال الشوكولات ما نقولش لكم هذو لي بيسكويت هما الا فيكم الجوع و فوالا نخرج انا من هذا النهار بدا كيجي